أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين الغريبين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام على صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة راتب قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء مخاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا راكب الشدنية الوجناء عريج على قبر بسامراء. هذا الإمام المظلوم الغريب المظلوم حيا وميتا، عرج بروحك إلى أرض سامراء هذه الليلة. عز فاطم، عز مولاك صاحب الأمر. يا راكب الشدنية الوجناء عرج على قبر بسامراء، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء، قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس
الظلماء بعلي الهادي إلى نهج الهدى والدين عاد مؤرجيل أرجائي يا ابن النبي يا المصطفى ووصيه وابن الهدى السادة أمناء أنا أوك بغيا عن مرابع طيبة الله غرباء مشردون سلام الله عليهم أجمعين موطنهم المدينة ولكن شوف من بلد إلى بلد أنا أوك بغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم ملآ من الشحناء مولاي فقضيت بينهم غريبا نائيا فقضيت بينهم غريبا نائيا بأبي فديتك من غريب نائي بأبي فديتك من غريب نائي قاسيت ما قاسيت ما قاسيت فيهم صابرا لعظيم داهية وطول بلاء ويلي لعظيم داهية وطول بلايا فلا أبكينك يا ما تطاول بالمدى ويلي ولا أمزجن مدامعي بدماء يا عيني عيني على الهادي صب الدمع دايا يا عيني على الهادي صب الدمع دايا يا عزيز الروح بفراش المرض توام ولخلاص جبد بونينا ومرد السام ويلي وقع من ساعته ومدد الرجلين ويلي وقع يا
ساعته الله أكبر ولي على فراويا يا شل مرايا قلبه تفطر والنونين طر قلب الصخر طايا رقض نحبه من بعد لونين هوايا وقضى نحبة من بعايا يا 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 وني. لكن تدري من المعزى في هذه الليلة؟ حفيدة مولاك صاحب العصر والزمان هو المعزى في جده هذه الليلة. قل لمصايب هلك يا المحجوب من عدها يا 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 تذوب الروح. مولاي يا صاحب الزمان وحدة أشاد عن وحدة البل سما يا والمذبوح لا تشين مصيبة الهادي خلايات كل قلب مجروح ويلي ما تبديرة الغربة ويلي وابن علي نوح ويلي اجرها واجرها يا دموع احزان هالليله ويلي اجرها يا دموع احزان هالليله ويلي اجرها يا وصفت حسره باثر حسره واجرها اجرها يا بعالي الهادي الى الشيعه علي الهادي الى الشيعه اجرها عليه من اجر هالليله ويلي علي الهادي الى الشيعه يا اجرها اجرها على الزهره وعلي حامل حميه ويلي على الزهرة وعلي حامية الحامية إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. تنويرا للمجلس وتعجيلا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشمولنا هذه الساعة بخفي ألطافه وتوجهاته، ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. نرفع أسماية التعازي إلى قلب مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء،
فنقول له عظم الله لك الأجر سيدي بهذا المصاب، وساعد الله قلبك حتى يخرجك الله لتملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. عظم الله لنا ولكم الأجر أيها المؤمنون والمؤمنات، نعيش هذه الليلة في رحاب حجة من حجج الله ونور من أنوار الله في خلقه، وإمام افترض الله طاعته على الخلائق، سيدي ومولاي الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولد الإمام سلام الله عليه وأشرق نوره في مثل هذه الأيام في هذا الشهر الفضيل في الثاني من شهر رجب لعام 212 هجري، ومما يدلل على ذلك الدعاء الوارد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مستحبات هذا الشهر الشريف: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. واستشهد صلوات الله وسلامه عليه في ريعان شبابه، كان له 41 سنة تقريبا وأشهر سلام الله عليه، لأن تولى الإمامة وعمره 7 سنين. وهذا بحث في محله، كيف للإمام سلام الله عليه أن يتولى الإمامة في مثل هذا العمر؟ وكانت مدة إمامته سلام الله عليه 33 عاما، قضى سلام الله عليه 20 عام الأخيرة من عمره في حكومة أو بين حكومة بني العباس. عاصر الإمام مجموعة من حكام وطغاة بني العباس، لكن لعل من أبرز الفترات التي عاشها الإمام سلام الله عليه معاصرته للمتوكل العباسي. وهنا نوجز بعض الأساليب والخطوات التي استخدمها المتوكل العباسي في معاملته مع الإمام علي الهادي، ونتعرض من خلال هذه السيرة إلى بعض الرؤى الاجتماعية السلبية، وأيضا بعض المساوئ التي يحملها بعض الأفراد، حتى لا نبتلي نعم بمثل هذه الأمور. أولى تلك الخطوات، بعدما تشكلت مركزية للإمام الهادي سلام الله عليه، وين؟ في المدينة. الإمام سلام الله عليه كان يعطي الدروس، يبث الفكر، ينشر الدين، يبث الثقافة الإسلامية. مثل هذا الحراك من الإمام سلام الله عليه جعل حراكا سلبيا آخر. شايف أنت أحيانا تشوف لك شخص نشط متحرك يخدم، بالمقابل تشوف لك واحد يحيك لك فتن ومشاكل. فهذا الإمام من هنا حراكه إيجابيا صار حراك سلبي اتجاه الإمام سلام الله عليه من قبل بريحة العباسي والي المدينة عبد الله بن محمد العباسي. شو يسوون؟ يسوون تقارير شكاوي يرفعونها على الإمام الهادي سلام الله عليه، يرسلونها إلى السلطة العباسية.
هذا الأمر ماذا يحدث؟ الرواية والشكاية والفتن تخلق لك ضغائن، تخلق لك حالة كره وتعكر النفوس. ولذلك احنا عندنا في الرواية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقطه من عين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. وين واحد يورط روحه وحقك حبيبي؟ يعني واحد فاضي يتكلم في زيد وعمر ويواشهني ويفتنهني، وين فاضي خلنا نشغل؟ رحم الله امرئ انشغل بعيوبه عن عيوب الناس. ليش تسقيط وليش يقول أخرجه الله؟ شوف يروي يتكلم، هسه مرة قضية إلها اعتبار، إلها مبدأ أخلاقي، إلها وجه شرعي، ومرة لا فاضي ماكو شيء، بس يريد يشنع، يريد يهدم مروة الإنسان، يريد يسقطه من عين الناس. يقول أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. يعني شنو؟ يعني يصير بلا عناية إلهية، بلا توفيق، بلا تسديد، بلا رعاية. وحقك واحد يمشي بلا رعاية الله سبحانه وتعالى، شنو هذا؟ هذا غير يتخبط، غير يتعثر على وجهه. يقول حتى الشيطان لا يقبله، بعد يصير عملة ما إلها قيمة، حتى الشيطان بعد ما يريده معذر منه. أي شوف شقد الدين حريص على حفظ كرامة المؤمن وحرمة المؤمن. وهذا الأمر شنو كان يسوي؟ كان يأجج المتوكل العباسي، يخليه يغلي، يحقلي، يثار في حقده وبغضه للإمام سلام الله عليه. لذلك شنو هذه الشكايات وهذه التقارير شنو ورثت؟ حرك المتوكل 300 جندي بقيادة يحيى بن هرثم العباسي. شو يسوون؟ يجيبون الإمام من المدينة. سليمان شخص واحد محتاج يتحرك له 300 جندي، بس السلطة بعد إلها غايات وإلها. يجوا فتشوا دار الإمام، يمكن يحصلون أسلحة، شيء يدينون الإمام بي كذا، ما في شيء. أئمتنا سلام الله عليهم حكماء، أئمة الهدى، أئمة السلام، أخذوا الإمام سلام الله عليه، أشخصوه من المدينة إلى سامراء. يقول اتخذ خطوة أخرى هذا المتوكل. خطوة ماذا؟ خطوة التوهين. شايف أنت واحد يوم يحطك براسه، بس خلاص متفرغ له بأي طريقة من الطرق، يريد يهدمك، يريد يدمرك. يقول جاب الإمام وين حطه؟ حط في خان يسمى بخان الصعاليك. هذا جلكم الله سراق وقطاع طرق ومنحرفين وكذا، مكان ساقط يعني. قال خلينا نجيب نحط الإمام هنا، هذا يريد نقلل من شأن الإمامة. فشايف إذا صارت الرؤية الاجتماعية على الطبقية وعلى المظاهر، ترى يضيع التقييم عندنا. لا تقيم واحد على مظهره، لا تقيم. وزن بماذا؟ وزن بكريم الأخلاق والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يقولوا لك، ما تشوفه بمكان، لا تحكم على إنسان حتى لو شفته بمكان. إذا يعنيك الأمر روح استفسر، شوفه شنو قاعد بهذا المكان شنو. فأراد أن يوهن من قدر الإمام، وفي حقيقة الأمر أن من أعلى الله تبارك وتعالى قدره، لو اجتمع الخلائق الإنس والجن على أن ينزلوه أو يسقطوه من عين الله بمقدار لا أقول إن ملا شعره، ما استطاعوا على ذلك. فمن كان له قدرا عند الله تبارك وتعالى فليطمئن ولا عليه بما يقول القائلون. ولذلك
ذاك أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه يأتي للإمام متألم ضجران مضايق، يقول له مولاي يتكلمون علي يعني يسولفون عني مثل ما تقول يذكروني بالسوء. ايش قال الإمام؟ واقعا هنيئا هذا الوسام حقيقة، هذا صاحب الإمام يغبط عليه واحد يحصل هذا الوسام من إمام زمانه. قال ما ضرك إن كان إمامك راضيا عنك؟ شنو؟ وإذا أمامك حجة الخلائق وراضي عليك، أنت إيش عليك بذول؟ خلي يتكلم يتكلم ويحكي يحكي. يقول دخل بالنتيجة هو أمر مزعج، هسه واحد صاحب كرامة وصاحب قيمة وقدر، صديقك عزيز عليك كذا، تشوفه موضوع بمكان وهين ساقط، أكيد تتأذى. واحد من صحابة الإمام سلام الله عليه صالح بن سعيد متأذي، شايف الإمام محطوط بهذا المكان، قال أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك فأنزلوك في هذا الخان. ففي مضمون الرواية يقول الإمام سلام الله عليه قال يا سعيد إناها هنا، كل أومأ إليه وكأنما كشف له عن بصره. يقول سعيد وإذا أشوف جنات وأنهار جاريات وشيء يعني من خير الله ونعمه وفضله، زين كل سعيد احنا وين ما نكون هذا لنا. جابه بلغة المطمئن المتيقن بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه هذا قلت لك الحقيقة، المؤمن بقربه ومقامه عند الله سبحانه وتعالى لا بكيف ما يكون أمام الملأ. ولذلك أنت ليش في الرواية عدنا إن الله أخفى أولياءه بين عباده، فلا تحقر أن أحد من عباد الله، فتشوف لك واحد ما تقيمه ما تثمن أصلا، هذا ما تعطيه، يخطف عليك زبال غيره وإذا هو ولي من أولياء الله. ورها الخطوة جاء بالإمام سلام الله عليه يقول أفردوا للإمام دارا بين دور بني العباس، هذا حركة مدروسة لعلنا نستطيع أن نقرأ لها ثلاثة أبعاد. البعد الأول أرادوا نعم لتسهل عليهم مراقبة الإمام وتحركاته. البعد الثاني لمعرفة من يرتبط بالإمام سلام الله عليه من الناس ومن الأمة. فشايف يعني ارتباطك بأهل البيت سلام الله عليه، أنت تدفع ضريبته إلى اليوم وإلى غد. كانت يذكر أنها كانت فترة شديدة على آل بيت رسول الله من قبل بني العباس، تشديد ورقابة. ولذلك أنت تشوف كان بعضهم يروح متنكر يلتقي بالإمام علي الهادي سلام الله عليه، مثل عندك عثمان ابن سعيد العمري، منو هذا؟ أحسنت أحسنت، هذا السفير رقم كم للإمام المهدي عجل الله فرجه، هذا الأول، هذا السفير الأول اللي يسمونه السمان. ليش؟ لأن كان نعم يتنكر في هيئة بائع سمن، فيأخذ الحقوق يضعها في زقاق السمن ويوصلها يبعثها للإمام علي الهادي سلام الله عليه. والبعد الثالث أرادوا دمج الإمام سلام الله عليه في البلاط العباسي. لكن المتوكل بعد
يكيد المكائد للإمام سلام الله عليه. اتخذ خطوة رابعة تجاه الإمام سلام الله عليه، أراد بها تشويه سمعة الإمام. إيش سوى؟ قدم دعوة لأخ للإمام علي الهادي سلام الله عليه اسمه موسى. موسى يقول التاريخ كان شاربا للخمر، سواء أحد يقول بعد ابن إمام شارب للخمر، وما إلى علاقة، هذه ما فيها ملازمة. نوح نبي الله ها وعنده ابن شنو ما آمن به، على غير ملة التوحيد، على غير ملة عبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا الرؤية أيضا لابد أن تكون سليمة وصحيحة. بس أحيانا إحنا نصنف القرابة أو نقرئ القرابة بالقرابة، لا مو شرط بها ملازمة. هسه إذا افترض ابن غير صالح، زين، هو بالضرورة أبوه يكون غير صالح؟ لا مو بالضرورة، ما يمثل هذا أبوه، ما يمثل، قد يكون الأب صالح ما يمثل أبوه، أنت تقيم أبوه بهذا الابن. بنت غير صالحة ما تمثل أمها، أمها قد تكون من الصالحات، ما تمثل زوجها، زوجها قد يكون صالح، هي غير صالحة. فهذا لا يمثل الإمام واقعا، ولا يمثل أخل الإمام. لذلك يقول شنو؟ يقول أراد أن يشوه سمعة الإمام، قدم دعوة لموسى يجيبه. وين الغرض؟ الغرض أنه يدعوه ليجلس معه على طاولة الخمر يشربون. تالي شي يصير؟ يشاع بين الناس أن ابن الرضا جلس مع المتوكل على طاولة الخمر. هسه احنا اجتماعيا بس نريد كلمة، ما نفرزها شنو معناها وشنو تفاصيلها ونتبع الحقيقة وكذا، لا بس نريد كلمة. ما تميز الناس هذا ابن الرضا منه، لأن من ذرية الإمام الرضا، الإمام الجواد أولاده، الإمام الهادي أولاده، كذا أنت ونازل، زين دول كلهم شنو يسمونهم؟ أبناء الرضا. يقولون ابن الرضا جلس على طاولة الخمر مع المتوكل، ها إذن ضربنا في الإمامة وضربنا في العصمة. تنبه الإمام سلام الله عليه، علم هذه المكيدة، يقول فخرج لاستقبال أخيه موسى. الغريب هذا موسى بعد لم يتقبل من الإمام سلام الله عليه، صام صار يبرر، يقول هم هو دعاني وأنا ماذا نعم أجيبه، وصار يوجد مبررات. وقعنا الأمر خطير، لأن أمر من يشاع أحيانا ويفقد الحقيقة وتضيع الحقيقة، قد تبقى الحقيقة ضايعة. لذلك الإمام سلام الله عليه لما رأى إصراره قال له إنك لن تلتقي معه أبدا، ما بتجلس هذه الجلسة. وفعلا يقول كل ما راد أن يدخل على المتوكل يقدموا له أعذار، مرة يقولوا له نايم، مرة يقولوا له شارب دواء ما يشرب معه خمر، فلم يلتقي بالمتوكل. اتخذ خطوة أخرى سادسة، وهي خطة التخويف. خطة التخويف هذه الخطة التي يستخدمها المتنمرون. هسه الآن المتنمرون في مختلف البيئات الحياتية، واحد قد يكون يتنمر عليك في الأسرة، مرة واحد في المجتمع، مرة واحد في الجامعة، مرة واحد في المدرسة، مرة واحد في العمل، زين. وإن كانت خصلة التنمر في حقيقتها، التنمر لعل هذا مصطلح عصري الآن، زين، لكن إذا ترجع
التنمر صفة إيجابية تحمل، التنمر لها صفة إيجابية، وهذا ما نراه في قول السيدة الزهراء سلام الله عليها حينما وصفت أمير المؤمنين في خطبتها، تلك الخطبة التي أنت فيها سلام الله عليها وأجهشت لها العيون وتفطرت لها القلوب واقعا، حينما تحدثت عن أمير المؤمنين وقالت متنمرا في ذات الله علي. بس هذا التنمر الإيجابي، هسه للآن سائد عندنا التنمر السلبي، فشنو يجيك هذا؟ يريد يخوفك، يريد يزلزلك، يريد يزعزعك، يستضعفك، بناءك تنثني، بناء انك انت تنثني، ممكن تخضع، ممكن تتنازل. لا، لا تنازل عن المبادئ، لا تنازل عن القيم، لا تنازل عن الأخلاق، لا تنازل عن رضا الله تبارك وتعالى إطلاقا مهما كانت الأمور. فكان يجون هجوم لدار الإمام سلام الله عليه يفتشون، هذه ترى مو جديدة بعد جنابك تعرفها، من ذلك اليوم الذي هجموا فيه على دار فاطمة، بعد صارت سنة عند القوم، صارت سنة عند القوم. يقول ذات ليلة من الليالي هجموا على دار الإمام سلام الله عليه، هذا واحد من جلاوزة المتوكل إجا صعد على سطح دار الإمام، لكن شوف أخلاق الإمام، شوف آداب الإمام، كلما شاف الإمام سلام الله عليه قال مكانك يا سعيد، مكانك يا سعيد، حتى يأتوك بشمعة، خلي نجيب لك شمعة، نشوف لك شمعة، خاف تتعثر تطيح تتكسر على وجهك. شوف سلام الله عليه، شوف مظهر رحمة الله، هم محمد وآل محمد. شوف أنت تقرأ في هذا الشهر الشريف هذا الدعاء، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. شوف، شوف هذا، هذول هذول تتجلى فيهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ذا اللي جاي يتعدى على الإمام سلام الله عليه وهاجم على دار الإمام، وإذا بالإمام سلام الله عليه يبدي له الإحسان والأدب والأخلاق. ولكن من المؤسف أن هناك من الناس من لا تثمن الأخلاق ولا تثمن الآداب. عمد إلى خطوة أخرى بأن استدعي الإمام ليلا إلى قصر المتوكل، هجموا على الإمام وهو بين يدي الله، أخذوه إلى قصر المتوكل، لما دخل وإذا المتوكل قد عاقر الخمر، فقال له اشرب، فقال الإمام سلام الله عليه علم الله أنها لم تخامر لحمي ودمي. يقول قال فغني لي، قال ما أنا بمغن، قال إذن أنشدني الشعر، قال إني قليل الرواية للشعر، قال فأما هذه فلا أعفيك عنها. فارتجز سلام الله عليه وأنشد في أبياته المشهورة باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. تأمل يا ابن آدم، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل،
أين القصور التي كانت منعمة؟ من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداد قد رحلوا. إلى جانب هذه المصائب التي عاشها إمامك الإمام علي الهادي سلام الله عليه، إنا إلا أنه لم ينسى مصيبة جده الحسين، ولم ينسى جده الحسين، ولم ينسى قضية الحسين، ولم ينسى زيارة الحسين. إنما سلط الضوء وألفت في موقف الأنظار حتى يعلم مدى تلك المظلومية التي وقعت على أبي عبد الله، وعظم تلك البقعة وما لها عند الله من المقام. لذلك يقول في يوم من الأيام إمامك الإمام علي الهادي سلام الله عليه اعتل بالحمى. في مجمل مضمون الخبر التفت إلى أحد أصحابه أبا هشام الجعفري، قال له أبا هشام شوف لنا رجل من موالينا، شو تريد مولاي؟ قال له نأجر نخليه يروح يزور جدي الحسين. شو يسوي؟ قال يروح بس هناك يدعي لي عند الحائر. الله لا يحرمنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعته. الله لا يحرمنا إلى آخر نفس في أيامنا خدمة الحسين سلام الله عليه. قل مولاي أنت أفضل من الحائر، أنت مقامك مقام ذاك الذي مدفون في تلك البقعة. قال لا، لله أمكن يحب أن يدعى فيها، وهذا من الأماكن اللي الله يحب أن يندع فيها ويدعى فيها. متوجه؟ استجاب الله تبارك وتعالى الدعاء، من الله بالشفاء على المولى سلام الله عليه. ولكن مؤمنون مؤمنات، ألم يوم آخر على مولاكم الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وقع على الفراش مريضا لكن ما قام من مرضه. نعم، ذلك اليوم الذي قدم المعتز فيه سما لإمامكم في طعامه، لما أكل إمامكم سلام الله عليه من ذلك الطعام كأني به صار يتململ تململ السليم، سر السم في بدن إمامكم كأني بإمامكم صار يخضر تارة يحمر أخرى، حتى وصل السم إلى قدميه وقع على الفراش المني. الله أكبر. تصور الحال، مولاك في دار غربة، واحد بساعة المنية يتمنى أقاربه إلى جانبه، أهله جماعته أحبائها، لكن يقول ما كان عند وفاته إلا ولده الإمام الحسن العسكري. سعد الله قلبك مولاي يا أبا محمد، عظم الله يا أهلكم الأجر مؤمنون مؤمنا يا آيات، كأني بإمامكم التفت إلى ولده العسكري صار يوصي بوصايا. عظم الله لكم الأجر، بينما إمامكم كذلك وإذا به عرق جبينه وسكن
حنينه ومدد رجله وأسبل يده وأغمض عينه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وإمامه، رحم الله من نادى وغريبا، رحم الله من نادى ومسموما. يقول أخذ ولد الإمام الجواد، غسله، كفنه، شيعه. نعم، لكن أقول أبو عبد الله الحسين من الذي جاء عنده؟ من الذي بقى عند الحسين؟ من الذي جاء على جسد الحسين؟ نعم، كأني بزينب أقبلت ومعها سكينة. زينب وين صارت؟ من جهة الرأس. سكينة صارت من جهة القدم ولسان حال زينب. ها تقلها يا عما يا سكنة خلي نقعد نقعد يا وما بيني وبينك نسند. الله، لسان حال الفاقدة الثكلة اللي تشوفه على هذا الموقف. ولي بلجان بلجان يفتح عينه وننشده يا جرح ماذيه ومضغده. وش ردت عليها بلسان الحال؟ تقلها عمايا يا عم شلون قعدايا وسهم الذي نابت بجبده شمالها السامة. قالت اثار الظهر الظهار الخرز ظهرت عده هوايا لأثار الخرز ظهرا يا 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 تعدى. بعد زينب تقل بنفسي حسين داوي خويا اداويك واجيب الدواء يا خوي واسجيك خويا بلجان تطيب العلة البيك وقعدك يا ابو سكنة وقاتي. شو تريدين زينب؟ شو تريدين تعالي تسوينها؟ قالت خويا وعدد لك مصايبنا وباتشيك. ها والله خويا لا يا تنفدي بالروح لفديك هوالي لكن جبيد الشمع يا 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 روالي. هذه مصيبة، ها الولد يصير على جسد والده عند احتضاره، لكن المصيبة الأعظم أن يجلس الوالد عند ولده. نعم، وهو مفارق للحياة،
لذلك أني بالحسين سلام الله عليه لما وصله صوت ولدي علي: أبا حسين أدركني. يقول: أقبل الحسين إلى مزرع ولدي علي كالصقر المنقذ على فريسته. يقول: كان يأمل أن يرى به رمقا من الحياة، تمدد إلى جانبه صاحبنا يا علي، ما سمع جوابه: حبيبي علي، ما سمع جوابه. لما آية السمين صاحبنا علي: على الدنيا بعدك العفا. أما أنت فقد ارتحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. ولعلي راح علي راح شافه ولنا بالشابك، علي راح قعد عنده وصفق راحين، علي راح صاحب صوت يا زينب، علي راح وبعده ظلمت الدنيا علي. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله إلهنا وسيدنا ومولانا، نقسم عليك، نتوجه إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وبحق السر المستودع فيها. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم أيده بنصرك، اللهم أخرجه من غربته، اللهم اجعله راضيا عنا، اللهم اجعلنا من المتمرين بأمره والمنتهين بنهيه والراضين بفعله. اللهم عرف بيننا وبينه في الدنيا والآخرة، ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وحوائج مقضية. اقض اللهم حوائجنا وحوائج المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات، سيما من أوصونا بالدعاء لهم وأنت تعلم بهم منا. يا الله، طالب حاجة طالبة حاجة في مجلسنا هذا، من قضى لنا حوائجنا اقض اللهم حوائجهم، يسر أمورهم، فرج كرباتهم، شافي مرضاهم المرضى المنظورين، من اللهم عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا أو مريضة في حضرتنا، اللهم شافهم بشفائك، عافهم من بلائك، ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء الإمام زين العابدين. اللهم أوصل ثواب مجلسنا هذا إلى روح النبي محمد وآله الطاهرين، ثم إلى روح المرحومة المؤمنة ليلى علي سالمين أم محمد. اللهم أنزل عليها الرحمة تنزيلا، وخصها بموائد كرمك بكرة وأصيلا. اللهم أكرم مثابها ويسر حسابها، واجعل من السندس والاستبرق ثيابها، انقلها اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، مع الولدان والحور، مع محمد وآله السادة البدور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا ديان يوم الدين تغشاها اللهم بالمغفرة والرحمة والرضوان وجنة نعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحم الله من قرأ إلى روحها أرواح أمواتنا أمواتكم من مات على الإيمان، سيما إلى روح مولاتي أم البنين وسيد الإمام علي الهادي رحم الله من يهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.